انت شلون تسكت عنها؟ شلون ترضاها على نفسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش تبيني اسوي يعني؟ ايش تبيني اسوي؟ تاخذ الجدر اللي قطع علينا وتقطع على راسه، ولا هو احسن منه؟ لا مو احسن منه. يهيني ويهينك قدام اللي يسوى واللي ما يسوى، وانت واقف تطمش، والمشكلة بيه اول مرة. كيف ردينا على طير يلي؟ واي بتقهرني. نصور نصور. هلا يمه، اخذ صحن السمك هذا وروح قطع على باب بيت عمك وحصه. لا يمه، انا ما ابي اسوي كذي. نصور نصور. تعوذي من ابليس يا مره وقصر الشر. يا ربي ايش فيكم؟ لا الابو ولا الولد يسمعون كلامي. خلاص انتوا ما بدكم فايده. انا عارفه شلون اخذ حقي بيدي. وخليك انت في خوفك يا ابو ناصر. اكبر غلط انك تردين الغلط بغلط اكبر منه. فكني واللي عافيك. ادري اللي بسويه غلط، بس شو اسوي دام ريلي ورجال البيت ما يقدر ياخذ حقي. انت حتى ما تقدر ترفع راسك قدام اخوك. فكني بس. ميثو شو تسوي؟